نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نور سات وتلفزيون تيلا لوميير، وبمناسبة زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة خالد السيف، يسر مكتب فضائية نور سات الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن يتقدم بأصدق التهاني وأجمل التبريكات إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا عبد الله، متمنين للعروسين الهناء والسعادة. ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. بمناسبة عيد العنصرة، البابا فرانسيس يتحدث عن عمل الروح القدس. جلالة الملك يرعى الاحتفال الرسمي بعيد استقلال المملكة. البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي يختتم زيارة رعوية إلى الأردن. تيلا لوميير تحتفل بمرور 33 سنة على تأسيسها. بيت جالة تحتفل باليوبيل الكهنوتي لعدد من الأباء الكهنة. وفيها أيضاً برنامج صباحكم نور يبث حلقة خاصة من استوديوهات فضائية نور سات لبنان. أهلاً بكم. ترأس قداسة البابا فرانسيس في بازيليك القديس بطرس القداسة الإلهية لمناسبة الاحتفال بعيد العنصرة، وتمحورت عظته حول عمل الروح القدس، مشيراً إلى أننا نجد هذا العمل في ثلاث لحظات في الخلق، ثم في الكنيسة، وأيضاً في قلوبنا. وأوضح قداسته بأن ما يعاني منه عالم اليوم من خلافات وصراعات هو بسبب اللامبالاة، وأن ما يفعله الإنسان من شر يبدو غير قابل للتصديق، مؤكداً بأن ما يغذي عداواتنا هو الشيطان. ووصف البابا فرانسيس في مقابلته المسيرة السينودسية بأنها فرصة كي نكون مطيعين لنفخة الروح القدس، فالإيمان هو محبة الرجاء، وعلينا أن نضع الروح القدس في مركز الكنيسة، لنبتهل إليه كل يوم من أجل عالمنا، من أجل حياتنا، وأمام أي من أشكال الانقسام والتفرقة. بالإضافة إلى الخليقة، نراه يعمل في الكنيسة منذ يوم العنصرة. مع ذلك نلاحظ أن الروح القدس لم يعلن بدء الكنيسة بإعطاء تعليمات أو أحكام للجماعة، بل نزل على كل واحد من الرسل وأعطى كل واحد منهم نعما خاصة ومواهب مختلفة. يمكن لتعددية هذه العطايا المختلفة أن تؤدي إلى الفوضى، لكن الروح القدس كما في الخليقة يحب أن يخلق الانسجام ابتداء من التعددية. الانسجام الذي يصنعه ليس أمرا مفروضا ولا هو تسوية بين الجميع، لا. في الكنيسة يوجد ترتيب ونظام بحسب تنوع مواهب الروح القدس. لذلك في يوم العنصرة نزل الروح القدس على هيئة ألسنة نار كثيرة، وأعطى كل واحد القدرة على أن يتكلم بلغات أخرى وأن يسمع لغته الخاصة يتكلم بها الآخرون. إذن لم يخلق لغة موحدة للجميع، ولم يلغي الاختلافات والثقافات، بل خلق الانسجام بين كل شيء من دون أن يفرض تسوية بين الجميع ومن دون أن تصير كلها متشابهة. رعى جلالة الملك عبد الله الثاني الحفل الذي أقيم في قصر رغدان العامر بمناسبة عيد الاستقلال 77 للمملكة، بحضور جلالة الملكة رانيا عبد الله وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وأصحاب السمو الأمراء والأميرات وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين. وألقيت خلال الاحتفال كلمات عبر فيها متحدثوها عن عظيم الشعور بالعزة والفخر بهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين. هذا وأنعم جلالة الملك بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية تقديراً لتفانيهم في خدمة الوطن. وقد منح جلالته سيادة رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية حسام نعوم وسام الملك عبد الله الثاني للتميز من الدرجة الأولى، وذلك لإسهاماته في تعزيز قيم الحوار والتسامح ومحاربة الفكر المتطرف ودعمه لجهود الدفاع عن المقدسات في القدس وعموم الأماكن المقدسة.
وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة أقامت الكنيسة الأرثوذكسية صلاة المجدلة الكبرى احتفالاً بعيد الاستقلال 77 للمملكة. جاء ذلك بعد انتهاء خدمة القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس في كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية، بحضور عدد من الوزراء والأعيان والنواب وشخصيات رسمية وعسكرية وعامة وحشد كبير من المواطنين. ورفع سيادته الصلاة ابتهالا لله أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية وحكومته الرشيدة وشعبه الأمين. شارك في الخدمة جمع من الأباء الكهنة والشمامسة وعدد كبير من أبناء الرعية. وبعد انتهاء القداس توجه الجميع إلى قاعة الكنيسة لتبادل التهاني ابتهاجاً بهذه المناسبة المجيدة. إنه لفرح عظيم يعاد باجتماعنا اليوم هنا رافعين صلاتنا لأجل استقلال بلدنا العزيز 77، مستذكرين إنجازات الأوائل من الهاشميين ومن الآباء والأجداد الذين أنشأوا دولتنا الأردنية قبل 10 عقود ويزيد، واضعين أساسات متينة ليكون الأردن بلداً باقياً للجميع، وهذا ما كان ونحن فيه الآن باقون. أبنائي وبناتي الأعزاء، علموا أولادكم وبناتكم أن استقلالنا لم يأتي بيسر وراحة. علموهم إن المحافظة عليه أصعب. علموهم إن روايتنا هنا في الأردن مختلفة. علموهم بأن جيشنا العربي هو من ساهم في بناء مؤسسات الدولة الأردنية، وليست المؤسسات من بنت الجيش كما حدث ويحدث في دول عديدة. خلال زيارته الرسمية والرعوية إلى الأردن، قال غبطة البطريرك بشارة بطرس الراعي إن هناك علاقة تاريخية وطيدة تربط المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان، كما أن هناك تاريخ صداقة عميق بين البطريركية والمملكة، مشيرا إلى أن البطريركية حريصة على توطيد هذه العلاقة أكثر فأكثر. المزيد حول هذه الزيارة في التقرير التالي. اختتم غبطة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي زيارة رعوية إلى الأردن، التقى خلالها شخصيات دينية ورسمية ودبلوماسية وعددا كبيرا من أبناء الرعية المارونية والجالية اللبنانية في المملكة. وخلال الزيارة انتقل غبطته إلى عدة أماكن في الأردن، توجه بزيارة رعوية إلى كنيسة مار شربل في عمان تزامنت مع احتفال الكنيسة بمرور 25 عاماً على تأسيس الرعية المارونية في المملكة الأردنية الهاشمية، واليوبيل الفضي لسيامة الأب جوزيف السويد الوكيل البطريركي لكنيسة مار شربل. وفور وصوله إلى الكنيسة كان في استقباله وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار والنائب البطريركي لللاتين في الأردن المطران جمال خطر وعدد من الشخصيات الاعتبارية والوفد المرافق لنيافته. وفي ذات الكنيسة ترأس البطريرك الراعي قداساً إلهياً بمشاركة النائب البطريركي للموارنة في الأرض المقدسة المطران موسى الحاج والنائب البطريركي للاتين في الأردن المطران جمال خضر والسفير البابوي لدى البلاط الملك الهاشمي المطران جوفاني بيترو دال توزو وعدد من الكهنة من مختلف الكنائس. كما حضر القداس القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالوكالة السفير يوسف رجي وعميد الجالية اللبنانية المهندس فؤاد أبو حمدان وعدد من المؤمنين والمؤمنات.
وخلال زيارته لكنيسة مار شربل وقع غبطته كتاب بكلماتي للأب جوزيف سويد راعي الكنيسة. جرى ذلك في حفل تخلله تراتيل أحيتها جوقة مرتقلة وسط أجواء إيمانية سادت أوساط الكنيسة. تلا حفل التوقيع افتتاح المبنى المجاور لبستان القديس شربل، وحفل تكريم لخمسة وعشرين شخصاً ممن قدموا خدمات للكنيسة المارونية في الأردن، بحضور السفير البابوي والمطران جمال خضر والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، وممثل السفارة اللبنانية يوسف رجي، وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وأبناء الجالية اللبنانية. كما زار نيافة الكاردينال مار بشارة الراعي والوفد المرافق له السفارة البابوية في الأردن، وكان في استقباله السفير البابوي تخلل الزيارة مأدبة غداء أقامها القائم بأعمال السفارة البابوية على شرف غبطته. وبعدها توجه غبطته إلى السفارة اللبنانية في عمان، حيث كان في استقباله هناك القائم بأعمال السفارة. وضمن زيارته الرعوية إلى الأردن، قام البطريرك الماروني بزيارة إلى كنيسة وبيت الزيارة التابع لرهبانية الوردية في دابوق، حيث كانت باستقباله الرئيسة الإقليمية للرهبنة الأخت مادلين دبابنة. وخلال الزيارة أقام غبطة الضيف صلاة حضرها عدد من المسؤولين وشخصيات اعتبارية من أهل المنطقة. وكان غبطة البطريرك بشار الراعي قد زار محافظة إربد، رافقه فيها المطران موسى الحاج النائب البطريركي للموارنة في القدس والأراضي المقدسة، والأب جوزيف سويد كاهن رعية مار شربل المارونية في الأردن، والوفد المرافق لغبطته القادم من لبنان. وقد شملت الزيارة منطقة أم قيس شمال المملكة، حيث تجول بين كنائسها التاريخية القديمة، ثم انتقل غبطته إلى محافظة جرش وتجول في معالمها الأثرية التي تشكل تاريخا هاما يجسد حقبة زمنية شهيرة. وفي ختام زيارته الرعوية إلى الأردن، قدم الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تهنئة من الأردن عبر نورسات بمناسبة عيد العنصرة والذكرى 33 لتأسيس فضائية نورسات. نحيي المؤسسة تل لومير نورسات وفضائيتها، هل كلهم المحطات بيكونوا خمسة، بنهنيهم ونعيدهم بعيد العنصرة السنة 33 للتأسيس. وهيدي مناسبة حتى نرجع مرة تانية نذكر بصلاتنا ونشكر كل هاللي كانوا بأساس تأسيس تل لومير ونورسات. بدنا نشكر ونحيي كل العاملين فيها بأي منطقة وجدوا، بدنا نحييهم ونقول لهم أنه تيلي لمير نورسات وفضائيتها عمل بيحملوا كلمة الله للعالم. دائما أنا بشبهها مثل الزارع اللي بيكب هالحب، تيلي لمير نورسات وفضائيتها عمل بتكب عم تزرع حبة الإنجيل يعني يسوع المسيح بهالعالم، ونحن بنعرف انها بتغطي الكرة الأرضية كلها. بدي حيي كل المحسنين، بدي حيي كل هاللي عملوا بيسخوا في سبيل تل لومير نورسات، ما في عندهم إلا غاية وحدة، كلمة الله توصل لكل الناس، لأن وحدة كلمة الله هي هاللي بتجسدنا، بتجسد حياتنا المسيحية، لأنه الكلمة صار جسداً. معناها انه كلمة الله اللي بيبقى كل انسان عبر تل لومير نورسات هو كمان مدعو مثل بقولوا الاباء القديسين انه يجعل المسيح حاضر بالمجتمع. نحن منقل لهم لسنين عديدة ورح نحتفل نحن وياكم سوا بلبنان بعيد العنصرة
اللي هو عيد تأسيس تلمير نورسات الثالث والثلاثين. وكل عيد وأنتوا بخير، وربنا يعطيكم النعمة والقوة أنتوا كل هالعمال بتشتغلوا وتساهموا حتى توصل كلمة الله لكل إنسان. عيد مبارك وعنصرة مباركة. احتفلت تيلي لومير ونور سات بالعيد 33 على تأسيس المحطة الأم ضمن قداس إلهي ترأسه غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي بكركة. حضر الاحتفال ممثلو رؤساء الكنائس ومجلس إدارة تيلي لومير ونور سات والدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نور سات في الأردن وفلسطين، وأصدقاء وأحباء نور سات الذين غصت بهم كنيسة الصرح. وبعد تلاوة الإنجيل المقدس ألقى غبطته عظة شدد فيها على أهمية تيلي لومير وفضائياتها في نشر كلمة الله ونقلها إلى مختلف أقطار العالم، ووصفها بالنعمة الموهوبة لكنيسة لبنان. الريح الشديدة ترمز إلى هبوب الروح القدس حيثما يشاء ليخلق واقعا جديدا في الإنسان. نحن نسمع صوته كالرياح، لكننا لسنا ندري لا من أين يأتي ولا إلى أين يذهب، كما شرح الرب يسوع لنيقوديموس. الألسن النارية المستقرة على كل واحد منهم ترمز إلى مواهب الروح القدس السبعة، وهي الحكمة والفهم والعلم لتنير العقل والإيمان، المشورة والشجاعة لثبات الإرادة والرجاء، التقوى ومخافة الله لإذكاء محبة الله في القلوب. اللغات المتعددة ترمز إلى إيحاءات الروح القدس في حياة المؤمنين والمؤمنات، وإلى اللغة الوحيدة التي يفهمها جميع شعوب الأرض، لغة المحبة. وفي كلمته تطرق رئيس مجلس إدارة نورسات ومدير عام تيلي لومير السيد جاك الكلاسي إلى كل النعم والمواهب المعطاة لنا من قبل الله، حتى بتنا نستعمل كل ما أعطي لنا لفعل الشر وإشعال الحروب والنزاعات، بدلاً من استعمالها في بناء الإنسان وخير البشرية. وعن مواكبة المحطة للتكنولوجيا والتطور التقني قال الكلاسي: سوف نستعمل كل ما يساعد تيلي لومير في مواكبتها للحداثة، أما عندما تصبح هذه التقنيات ضد الله وضد الإنسان فالأمر مختلف. الله خلق هالكون بكلمة، وإلا الأرض كوني فكانت. هو قادر كمان بكلمة يقول للأرض زولي فتزول. مع الله ما رح تلاقي مشاكل، ومن دون الله ما رح تلاقي حلول. تيلي لومير علامة لحضور الله مع الناس. تيلي لومير هي حماية لشبابنا والأجيال اللي جاية من التعصب والعنف. تيلي لومير لتذكرك انك حامل امانه من اجدادك سفكوا دمهم ليحافظوا على ايمانهم وقداسه هالارض. ما تفرط بالامانه. تيلي لومير باقت ورد لكل الطوائف، عطره عم يوصل حتى اقاصي الارض. ما نفرط فيها. كل عنصره والروح القدس يحل علينا وعلى لبنان والعالم. كل عنصرة وقلوبكم شعلانة بنار الروح، ولما الروح بحل أنا أكيد كل أزمة بتنحل. كل عيد وأنتوا تيلي لومير بعنصرة دايمة. شكراً. انعقد في بيت الحجاج التابع لكنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في مادبة مخيم ريادة بمشاركة 90 شاباً وشابة من مختلف محافظات المملكة. تضمنت فعاليات المخيم ورشة عمل تعرف فيها المشاركون على أهمية اللعب وتقنياته وأنواعه، كما ألقيت في المخيم محاضرة حول مهارات الاتصال والتواصل،
ودار حوار مفتوح مع قدس الإرشمندريت أثناسيوس تركز حول أهمية برنامج ريادة في حياة خدام مدارس الأحدي والشبيبة. كما أقام المخيم ورشة تعارف للمشاركين اكتسبوا من خلالها تطبيقات عملية لأنشطة تتعلق بالتعارف وطرق التواصل فيما بينهم. وتبارك المشاركون بزيارة سيادة المطران خريستوفورس للمخيم بصحبة عدد من الآباء الكهنة، حيث تحدث سيادته للمشاركين حول البعد الكنسي لبرنامج ريادة وأهميته في حياة الشبيبة وخدام مدارس الأحد، وأهمية الالتزام كذلك بالبرنامج بما يعود بالنفع عليهم وعلى الكنيسة والمجتمع. أقيم في كنيسة القديس يوحنا دولا سال الفرير جبل الحسين قداس إلهي بمناسبة عيد العنصرة وعيد القديس يوحنا دولا سال شفيع الرعية. وقد ترأس القداس سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن بمعاونة الأب إبراهيم نفاع راعي الكنيسة والشماس يوسف فتال، وبمشاركة جوقة الكنيسة التي قدمت باقة من الترانيم الخشوعية وحضور جمع من أبناء الرعية. احتفلت كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الملكيين الكاثوليك الحصن بمنح سر المناولة الأولى لعدد من أبناء الرعية، وذلك في قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران جوزيف جبارة مطران الروم الكاثوليك والأيكونومس الأب وليام سويدان كاهن الرعية، بمساعدة الأيكونومس الأب سامي قندح وخدام الهيكلي وأعضاء الجوقة ممثلة بالشماس جريس ثابت. حضر القداس جمع غفير من أهالي الأطفال وأقاربهم وأصدقائهم. وتتم المناولة الأولى كالعادة بحصول الطفل على سر الإفخارستية وتكوين علاقة شخصية وقريبة بينه وبين السيد المسيح. كانت بهجة كثير كبيرة، فرحة كمان للأهالي هنا، يعني اليوم قديش فرحهم أنه تناولوا جسد الرب وشرب دمه، فهنا أنه إحنا الفرحة هاي استمرت كمان مع الأهالي، وياريت انه احنا دائما بنقول وبنطلب من الاهالي انه ما تكون هاي احتفالات مناول الاولى وما يجوا او نشوفهم يحضروا القداديس، بل بالعكس انهم يستمروا في عطائهم لاولادهم، لانه هذول امانه في اعناقنا. خليهم دائما احفظ يوم الرب، ضروري جدا يحضروا باولادهم يتناولوا دائما المناول المقدسه، مشان نعمه ربنا يسوع المسيح نتباركهم وتبارك عائلاتهم وتبارك حياتهم. وإحنا اليوم نشكر طبعا بالواقع سيادة المطران سيدنا جوزيف جبارة اللي حضر معنا وكانت الأمور تحت رعايته، ومثل ما إحنا بنعرف إنه عطاؤه كثير كبير، فالشكر والتقدير له. وكمان بدنا نشكر أكيد نور سات الأردن اللي هي دائما بتواكب كل حدث موجود، بأنها تنقل كل رسالة من أجل السيد المسيح، مش بس في منطقتنا وبالأردن بل بالعالم أجمع. نشكر كمان اللي هي المديرة الإقليمية للأستاذ طبعا الدكتورة باسمة سمعان والطاقم كله اللي بيشتغل معها، مباركين جهودهم إن شاء الله، وكل عام وانتم بخير وإن شاء الله فرح كبير. ومبروك لكل أبنائنا أبناء الرعية اليوم اللي يحتفلوا بالمناولة احتفالات المناولة الأولى. كما احتفلت الرعية الكلدانية في الأردن بمنح 24 من أبنائها المناولة الأولى. جاء ذلك خلال القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة القديس يوحنا دولا سال الفرير جبل الحسين الذي ترأسه قدس الأب زيد حبابي راعي الكنيسة الكلدانية بمعاونة الأب إبراهيم نفاع والأب ميسر بهنام، بحضور ذوي الأطفال وبمشاركة جوقة الرعية التي قدمت باقة من الترانيم بكل فرح وابتهاج. أقوى وأعمق عبادة هو القداس، سر الأفخارستية اللي نتجتمع العائلة الكبيرة كلها يوم الأحد. يسوع عازمنا، يسوع عازمنا عند مقابلة، عندنا مقابلة مع يسوع. لما يكون عندنا مقابلة مع السفارة مو نركض؟ يوم الأحد يسوع كل أحد يدعونا إلى مقابلة، إلى مقابلة. نرفض دعوة مالته، والأكل ومقدم لنا أكل وشرب، هو جسده ودمه حياته من أجلنا حتى يحبنا. من أكل جسدي وشرب دمي، سمعنا بالإنجيل، يثبت في وأنا فيه، فله الحياة الأبدية. شو يعني الحياة الأبدية؟ يعني الحياة مع الله، يعني الحياة السعيدة مع الله، لأن الحياة بدون الله ما يبقى بيها طعم، تفقد كل الطعم مالتها.
الاستقلال مسيرة وطن، عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نور سات، حيث استضاف البرنامج الدكتور حمدي مراد أمين عام حزب التيار الوطني، وأكد الحوار على أن الاستقلال عند الأردنيين هو مسيرة حياة وعطاء، وهب الأردنيين الحب والفرح في حياتهم بعد أن منحهم الأمن والأمانة والعيش المشترك بين كافة أطيافهم. كونوا معنا. الاستقلال مشروع حياة. قراءة لهذا الأردن وهو في منطقة كان دوما يعني حريصا على أن يحافظ على أمنه وعلى أرضه وسيادته، وذلك لم يمنعه من أن تمتد يده ليعين ليساعد ليطور ليدرب في الكثير من الدول الشقيقة. هذا الاستقلال اليوم يذكرنا بواجب أن نحافظ على مكتسبات هذا الاستقلال. بعد 46 إلى الآن 77 سنة، أين نحن من حلم الذي جاء على لسان مفجر الثورة العربية الكبرى والتي هي نهضة عربية كبرى؟ أين نحن مع الحياة الفضلة، هذه الإنجازات التي نراها بالرغم من الضيق الاقتصادي، بالرغم من هذه المنطقة المضطربة؟ كيف ترون عبقرية الإنجاز الأردني؟ يعني حقيقة العبقرية لها وجهان لهذه العملة الحضارية التي أنشأت هذا التاريخ والحاضر والمستقبل المستمر. الوجه الأول هو القيادة الهاشمية المباركة، والوجه الثاني هو شعبنا الأردني، نواة شعوبنا العربية ورأس الحربة في الدفاع عنها في تاريخ هذه المنطقة، بل وأياديه الممتدة عطاء في كل موقع عربي يحتاج العون والمساعدة. كما تفضلتم، بعد استشهاد الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه، تولى الراية جلالة المغفور له الملك طلال فأنشأ الدستور، ثم خلفه الشريف الهاشمي صاحب الجلالة طيب الله ثراه الحسين بن طلال الذي حمل راية البناء، الفاعل الذي وضعت لبناته الحقيقية في من الثورة العربية ليكون انطلاق الحضارة العربية. إذا نقل الشريف الحسين بن طلال مرحلة الثورة بعد أن استقرت واستقل الوطن واستشهد حامل رايته هذا الاستقلال الملك عبد الله الأول، ليحمل هذا الحفيد الشريف الحسين ابن طلال راية النهضة العربية، ليصبح هذا الأردن في سنوات معدودة ينقل كل معاني التحضر العلمي والثقافي والأخلاقي والتربوي. ونعلم إن أردت أن تسأل عن شعب أو بلد أو وطن تسأل عن مستوى علمه وثقافته، فكان هذا الأردن وردة في البستان العربي والإسلامي والإنساني على صغر حجمه، قلة موارده، مساحته، ولكن أشهد الله في هذه الليلة المباركة أنه حتما يد الله ترعاه منذ أن كان ليكون كما يريده الله سبحانه وتعالى، عطاء ليس لنفسه بل شعاعا للإنسانية جمعا.
أقيم في بيت الزيارة لراهبات الوردية في دابوق احتفال صلاة بمناسبة اختتام الشهر المريم المخصص لإكرام أمنا مريم العذراء الكلية الطهارة. ابتدأ الاحتفال بمسيرة حول الدير حاملين تمثال السيدة العذراء. تلاها صلاة المسبحة الوردية وتبعها أمسية تراتيل أحيتها جوقة مدرسة الراهبات الوردية بكل فرح وإيمان. ترأس الاحتفال قدس الأب شوقي بطريان بحضور عدد من راهبات الوردية وزوار الدير. بمناسبة اليوبيل الكهنوتي لعدد من الأباء الكهنة أقيم في كنيسة البشارة للاتين في بيت جالا قداس إلهي. ترأسه غبطة البطريار بير باتيسا باتسابالا بطريرك القدس للاتين بحضور عدد من الأباء الكهنة والراهبات وجموع غفيرة من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. لم تختاروني أنتم بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا فتثمروا ويبقى ثمركم فيعطيكم الآب كل ما تسألونه باسمي. ما أوصيكم به هو أحبوا بعضكم بعضا. أقيم قداس إلهي في كنيسة سيدة البشارة بمناسبة ذكرى اليوبيل الكهنوتي الفضي لأربعة كهنة وهم قدس الأب القانوني جورج دعبوب، قدس الأب بسام الدير، قدس الأب إياد طوال، وقدس الأب عدنان بدر. وقد ترأس القداسة غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، وبحضور البطريرك السابق ميشيل صباح، والمطران ويليام الشوملي، والمطران بولس مرقدسو، ورئيس المعهد الإكليريكي الأب برنارد بوجي، وكاهن الرعية الأب حنا سالم، وبحضور الكهنة المحتفلين وعشرات الكهنة من مختلف المناطق. وقد امتلأت أدراج الكنيسة بالراهبات والمدعوين من الأردن وفلسطين وممثلي المؤسسات الرسمية والشخصيات والمؤمنين والجوقة وطلاب المعهد الإكليريكي. وفي كلمته هنأ غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا الأباء المحتفلين باليوبيل الكهنوتي الفضي، إذ أن الكاهن هو الراعي الصالح للأبناء والذي يزرع المحبة في قلوب أبنائه، حيث تبدأ مسيرة الكهنوت بالمحبة. كما قدم تهنئة لأهالي الكهنة بهذه المناسبة. This is the feast of all the Latin Patriarchate, not only of this priest, but also all the communities where they served, Birzeit, Abud, all the parishes in Palestine and Jordan. So, Mabruk to all of them, Mabruk to the church, Mabruk to the Latin Patriarchate. وبعد القداس توجه الجميع لبساتين المعهد الإكليريكي وعلى أصوات عزف كشافة المجموعة البابوية، حيث أقيم حفل استقبال وتهنئة في البساتين والتقاط صور تذكارية. ربنا أعطانا الحياة وحياتنا كلها منه وإله، ونحن بنشكر ربنا على كل شيء ربنا أعطانا إياه، بالأخص نعمة الكهنوت، هاي النعمة الكبيرة. وربنا بطلب من الشباب كمان إنه تعالوا إلي، وبطلب دعوات كثيرة لحقله حتى يشتغلوا فيه وحتى يجعلوا العالم واحد محبة وسلام، ويوصلوا البشرية إلى حيث هو في ملكوته. فمنشكركم كثير على هاي التغطية الإعلامية، ومنطلب مزيد من الدعوات من ربنا، ونشكره على إيش أعطانا من نعم وبركات خلال حياتنا، وكل حياتنا لإله كلنا مع بعض. منصلي من أجل كل كمان الكهنة الموجودين في العالم اللي بحاجة ماسة لصلاتكم، هم بيصلوا لكم وانتوا صلوا لهم كمان. شكرا كثير لكم. للنورسات مارلين الحدوة من بساتين المعهد الإكليريكي بيت جالا.
احتفل غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو بقداس عيد حلول الروح القدس، وذلك في كاتدرائية مار يوسف الكرادي ببغداد بحضور حشد من المؤمنين. وفي عدة القداس قال غبطته: هناك حاجة ضرورية لوجود الله في حياتنا، وعندما نضع الله في المقام الأول في حياتنا يصبح كل شيء مختلفا، حيث سنرى الأشياء بعيني الله وليس بعينينا البشريتين. لذلك علينا أن نطلب من الرب أن يمنحنا الروح القدس ليقيم فينا ويساعدنا. فالروح القدس الذي هو سلام الروح يجعلنا نتغلب على كافة مشاكلنا بإيمان وثقة ورجاء. وختم غبطته قائلا: لندع نوره يدخل إلى كياننا ونترجم إيماننا ترجمة وجودية في تفاصيل حياتنا. طوبى للذين يموتون في رضا الرب بقلوب مفعمة بالإيمان والاستسلام لمشيئته تعالى. يتقدم مكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين بخالص العزاء وصادق المواساة بوفاة الأخت الفاضلة الراهبة أثناس المشيني من راهبات الوردية المقدسة التي انتقلت إلى الأمجاد السماوية بعد حياة مسيحية رهبانية حافلة بالمحبة وخدمة القريب، ضارعين لله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته. الراحة الأبدية أعطها يا رب، والنور الدائم فليضئ لها، وليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة خاصة من لبنان لمناسبة عيد تيل لومير 33. وقد استضاف البرنامج الأب الياس كرم والأب مجدي العلاوي، حيث تمحورت الحلقة حول دور فضائية نورسات في نشر الإيمان المسيحي والفضائل الكثيرة التي تجملت بها أمنا العذراء وخدمتها النقية للكنيسة ورعيتها. طبعاً نحن بنتمنى لها الفضائية من عمر يسوع المسيح 33 سنة هذا العام، إنها تستمر تقود هالناس لكلمة الله، توعي الناس على معرفة ربنا ويسوع المسيح من خلال الأشخاص اللي عم بماشين مع نورسات، عم بيدعموا هالقناة، إن كان مانحين، إن كان بيكتبوا، إن كان من المعدين، إن كان المصورين، إن كان المحررين. فهالعائلة الكبيرة اللي عم تنقل هذا النور وهي البشرة لكل العالم، منحييهم طبعاً، متمنى لهم عيد مبارك يا رب، الفضائية تستمر وتضل كمان وكمان 33 سنة وكمان 33 سنة وتضل هتدوم لأجيال وأجيال، مثل ما تحدث مسيو جاك في أحد مقابلاته إنه نورسات هي هدية لهالبشرية من هاي الأجيال، وبتضلها تنتقل من جيل لجيل ومن الجيل اللي بعد هالجيل كمان. فإن شاء الله مستمرين بهالأشخاص اللي كمان مع النورسات اللي عم بيدعموا بيشاركوا واللي بيحضروا واللي بيستفيدوا، يعني زي ما بقولوا شخص واحد تائب يعود إلى حضيرة الرب. هذه عمل نورسات، إنها ترجع شعب الله. دائما بواجب الاستهاء حقا نغبط والدة الإله الدائمة الطوبة البريئة من كل العيوب أم إلهنا. فإذا مكانة والدة الإله بالكنيسة هي مكانة كبيرة عظيمة جدا، تستحق الإكرام طبعا 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 التقديس. يعني يا والدة الإله إذ قد لجأنا تحت كنف تحننك فلا تعرضي عن توسلاتنا في الضيقات، بل نجينا من الشدائد أيتها النقية المباركة وحدك. تشفعي إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا. إذن مثل ما الإنسان ما بيستغني عن أمه، لا أنت بلبنان أهلا وسهلا فيك، ما ببسطنا وهم فعل الروح القدس مدام باسمة إنه أنا ألتقي فيك، إنه كنا نشوف بعضنا على الشاشة، إنه ربنا دبر مبارح بنعمة الروح القدس بيقول إنه اليوم أنا أكون ضيفك بهالحلقة لنضوي على هالعيد المبارك عيد تيل لومير، اللي هو عيد أنا عائلتي عائلتي الثانية بعتبرها يعني. فهذا نعمة الروح القدس. وكيف إذا كانت بشفاعة العذراء مريم، هذا كله مبارك. مبارك صح. سألت الأبونا أي من الفضائل مريم العذراء أنت أكثر فضيلة تقتدي بها؟ يعني هذا سؤال بدي وجهه لك، أي من فضائلها تقتدي فيه؟ هلا كثيرة فضائلها، لكن في فضيلة بتخصك هيك بتحس إنه الخدمة. الخدمة كنت تصغي. نعم.
يعني إذا لاحظتوا يعني نحن اليوم بنتدخل، بعتذر أولى، بكهين الرعية الكل بده يتدخلوا. نعم. وكل بده يمشوا عزون، هذا الاسم المشي وهذا الاسم وهذا الاسم. مريم عذر ما تدخلت مع الرسل. نعم. كانت تحبهم. وعلى الصليب يسوع قال له هيدا ابني ويوحنا هي امك. يعني هالطاعة الكلية للكنيسة، هالطاعة الكلية لكلمة النعم اللي قتلها الله. نعم. هالحب يلي حب طفل بي، هيدا الحب يلي يلي ما رح تستشير وتسأل إذا أهله وقريب والناس، مثل ما نحن اليوم إذا بروح ابننا على الجامعة بيسأل بيه وخيه وعمه ورفيقه وبيسأل معلمته الخير، رح قالت نعم للخير العام للعالم. نعم. كله للكون كله سوا. نعم. ف كتير كتير صعب اليوم بعالمنا إنه نصغي نصغي. نعم. إنه نخدم نخدم والإله تخدم نسبة إليصابات. نعم. يعني. نعم. وإليصابات هي يعني الهدف من مريم زيارتها مش إنه اليوم تتعلمنا، إليصابات ما بدها مين يخدمها، عند جوزها في يجيب كل اللي بيساعدوه بالكنيسة بالخدم معه، بس الهدف من زيارتها كيف نزور بعضنا اليوم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بمناسبة عيد العنصرة، البابا فرانسيس يتحدث عن عمل الروح القدس. جلالة الملك يرعى الاحتفال الرسمي بعيد استقلال المملكة. البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي يختتم زيارة رعوية إلى الأردن. تل لومير تحتفل بمرور 33 سنة على تأسيسها. بيت جالة تحتفل باليوبيل الكهنوتي لعدد من الأباء الكهنة. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursatjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.